نتا مع ان المراه تاخذ بحالها بحال الراجل سيرته ولا لا؟ قرار في محله حيت هادشي اللي خاصو يكون مش حال هذا. انا ضد المراه تاخذ بحالها بحال الراجل في الارث. ولا كان فعلا البلاد ديالنا باغا تعزز المساواه بين المراه والراجل خاص تسعى للتطبيق ديالها، ما تبقاش غير خطابات ورقيه. انا طونطخ ان المراه تاخذ بحالها بحال الراجل حيت حنا كنبقاو امه اسلاميه وخنايا ونتقدموا عندنا الاسلام فوق منا كاملين. انا مع المناصفه حيت الوقت اللي جا فيه القران كانوا النساء عندهم واحد القيمه، ولكن في وقتنا الحالي العيالات ما بقاش عندهم قيمه كبيره بحال شحال هذا، وداكشي علاش انا مع المناصفه. انا ضد لان الراجل خصو ياخذ اكثر من المراه، لان الكره في الاسلام للذكر مثل حد الانثيين. للذكر مثل حد الانثيين، هذا نص قراني، يعني ما يمكنش اننا نخالفوا نص قراني، ولكن يعني كما كيقول لك حق اريد به باطل. ماذا بينا تيكون بحالها بحال الراجل؟ لا ما يمكنش. عانيت من هذه مساله الارث بصراحه، خاص يتعاود النظر فيها. سواء اننا نتبعوا نظام اسلامي ونطبقوه بالمعقول، سواء كل واحد يعني نص نص. زعما هي من ناحيه مزينه ومن ناحيه لا، من ناحيه من الشريعه احنا مع الشريعه، ولكن عاوتاني الدستور لا كان شي قانون جديد ما احنا معاه.